حاجة الناس إلى التواضع والبعد عن الكبر. وقد قال أهل العلم إن الكبر يقع على أضرب، يقع كبر على الله، وهذا كفر لا خلاف فيه، بل من أعظم الكفر، وممن صنعه فرعون. قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. وكبر على الرسل، وهذا صنعته الأمم الكافرة كلها، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، ما أنت إلا بشر مثلنا. وكبر على المسلمين، وهذا الذي يختلف الناس فيه، لكن حظ الإنسان من مقت الله عياذا بالله بمقدار ما في قلبه من الكبر والفخر والخيلاء على عباد الله. ومن قرائنه الكبر غمط الحق، بطر الحق، وغمط الناس، كذا عبره صلى الله عليه وسلم وبينه وفسره. والمقصود أن في حادثة خيمتي أم معبد ما يدل على أي تواضع كان يتحلى به نبينا صلى الله عليه وسلم. كن يا أخي واثقا من ربك على بينة من أمرك، ولا تجعل مدح الناس يدعك أن تطغى، ولا ذم الناس يدعك أن تيأس من روح الله. من المواقف في حياته صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا كتب له قبل أن ينبأ أن تصبح له علاقة تجارة مع خديجة بنت خويلد قبل أن يتزوجها، ويقترن معه غلام لها يقال له ميسرة، فيرى ميسرة في رسول الله قبل أن ينبأ ما لم يره في غيره، فينقل ما رأى وسمع إلى أذني مولاته خديجة، فيقع في قلب خديجة بقدر الله أن تقترن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزال الله يهيئ الأسباب حتى تزوجها رضوان الله عليها، وسنها 40 عاما وسنه 25 عاما، فالفارق في السن عظيم. لكن لم يكن أحد يعلم لما اقترن صلى الله عليه وسلم بخديجة، لما اختار الله له خديجة، لأنه هو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أنه سينبأ ويرسل. مكث معها 15 عاما ولا يوجد أحد يعلم عنك أكثر ممن يضاجعك على فراشك، أي زوجتك وأهلك، وأنت أمامهم صباح مساء، حتى لو لبست لهم ثوب خداع يوما أو يومين لا بد أن ينكشف. ففي 15 عاما رأت خديجة رضوان الله عليها من مآثر ومناقب زوجها ما جعلها تزداد قناعة به، حتى إذا نبئ وأتاها وأخبرها قالت والله لن يخزيك الله أبدا، ثم ذكرت جما من الأخلاق كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، والله إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، والله لن يخزيك الله أبدا. فذكرت جما غفيرا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ولم تصدم بأن ينبأ، لأنها كانت ترى فيه ما يجعله أهلا للنبوة. ثم بعد ذلك مكث معها صلى الله عليه وسلم إلى قبل الهجرة، يعني بعد 15 عاما مكث معها قرابة 10 سنين، وسنه في 50 توفيت خديجة رضوان الله عليها، فنزل في قبرها. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبر أحد إلا مع أفراد معدودين، فالمشهور عند أهل العلم أنه نزل في قبر خديجة، ونزل في قبر ابنه إبراهيم، ونزل في قبر ذي البجادين، واختلف في الرابع. فنزل في قبرها ولم يصلي عليها، لأن الصلاة يومئذ لم تفرض. ثم إنه عليه السلام لم يتزوج عليها قبل ذلك أيام حياتها، وولدت له أبناءه وبناته سوى إبراهيم القاسم وعبد الله وزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، ثم توفيت
ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بإذن من الله. ثم لما كان يوم بدر أسر من أسر من كفار قريش، فاستشار النبي أصحابه، فذهب عليه السلام إلى رأي أبي بكر أن يأخذ الفدية، فأرسلت قريش الفداء لأسراها، فكل أسير بعث له بمال لمن أسره حتى يطلق سراحه. كان العاص بن أبي الربيع زوجا لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، فبعثت زينب وكانت يومئذ في مكة قلادة كانت أمها خديجة ألبستها إياها يوم دخلت على زوجها أبي العاص بن الربيع، فبعثت بالقلادة لتفدي بها زوجها. فلما قدم بالوفادة، أي الغلام المبعوث قدم بالوفادة على بالقلادة على المدينة، وأتى المدينة ليفدي أبا العاص، فذهب لمن أسره وأعطاه القلادة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة فتذكر خديجة فدمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، ورق لخديجة ورق لابنته. هذا كله يستل منه المؤمن الوفاء في شخصه صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم القيم الأخلاقية التي يتحلى بها المرء. لكن الوفاء لخديجة لم ينتهي إلى عند هذا في السيرة، فقد كان يأتي بالشاة فيذبحها، ثم يبعثها في كل من يعرف خديجة ويعطيها إياها. تأتيه امرأة ذات يوم تطرق الباب وعنده عائشة، فسألها من أنت؟ فعرفته بنفسها، فأطال الكلام معها يسألها عن حالها، فغارت أم المؤمنين قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وغيرة أم المؤمنين رضي الله عنها لا تلام عائشة في الغيرة على رجل في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت تريد أن تخفف وطأ الأمر وشدته على نفسها، قالت وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وكان لي منها الولد ورزقت حبها. وخديجة كل هذا لا تسمعه، خديجة في قبرها، لكنه الوفاء المتمثل في شخصه صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا وفيت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. والمقصود كم نحتاج في حياتنا إلى خلق الوفاء. خلق الوفاء أعظم ما ينبغي صرفه إلى الوالدين، ومن كان عاقاً فيهما فمن باب أولى أن يجحد عطايا الناس. وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال يا ابن عم رسول الله إنني خطبت امرأة فأبت أن تقبلني،
فخطبها غيري فقبلت، فقتلتها غيرة عليها ومنها، ألي توبة؟ قال: يا ابن أخي، أمك موجودة؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي، تب إلى الله وأكثر من الاستغفار، وعليك بالعمل الصالح. فلما خرج ابن عباس تبعه عطاء الخرساني أحد تلاميذه، قال: يا ابن عم رسول الله، إنني رأيتك سألت الرجل عن أمه. قال: يا عطاء، والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة، والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. فمن خلقي عليه الصلاة والسلام الوفاء، وأحق الناس أن نوفي معه الأم، لقوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أظن أن أصغر طالب في المرحلة الابتدائية يحفظ هذا الحديث، لكن العاملين به قليل. وكأن الإنسان مع طول العشرة وطوال وتتابع الأيام يقسو قلبه نحو والديه، وحتى يعلم الإنسان أين مقامه من الله فلينظر أين مقام أوامر الله ونواهيه في قلبه. فإن كان يعظم ما عظمه الله ويقدم من قدمه الله، دل على أن الله جل وعلا عظيماً في قلبه. والوفاء يكون لكل من أحسن إليك يوماً من الدهر. قال الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة. فكل من كان يوماً جاراً لك، أو زميلاً في عمل، أو رفيقاً في سفر، أو صديقاً في حقبة من أيام دارك، ثم علمت بتغير حاله فشاركه فرحه وشاركه حزنه، واعلم أن الوفاء خصلة عظيمة كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إنه عليه السلام لم يكن وفياً فقط مع أهل الإيمان، حتى مع من أحسن إليه من أهل الكفر. فإنه دخل مكة بعد أن دعا أهل الطائف وصدوه، دخلها في جوار المطعم بن عدي، فلما وقف عليه الصلاة والسلام على أسارى بدر قال: لو كان المطعم بن عدي حياً وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، أي أنني عفوت عن الأسرى ورددتهم إكراماً للمطعم، لأن المطعم أكرمني ودخلت مكة في جواره، مع أن المطعم بن عدي مات على الشرك وليس بعد الكفر ذنب، لكن خلق الوفاء يصنعه المؤمن مع كل أحد. ومن الوفاء الوفاء بالعهود، فإن الله جل وعلا نص على ذلك في كتابه. وحسبك أن تعلم أن من سيرته عليه السلام أنه ترك علياً يتأخر في هجرته أياماً ثلاثة حتى يرد الودائع التي كان الناس يعطونها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردها إلى أهلها. ومن الذي ترد إليهم الودائع؟ هم الذين أخرجوه ومكروا به وكادوا له وحاربوه وتآمروا عليه ودفعوا النياق المئة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، لكنه عليه السلام عاملهم بما هو عليه من خلق لا بما هم عليه من أخلاق. وهذا هو الدليل على أن المؤمن يدفعه للعمل لا الانتقام لنفسه ولا شهواته ولا رغباته، إنما يدفعه للعمل أو يثنيه عنه أمر الله جل وعلا أو نهيه. وقد يوجد في زماننا من يقول: هذا من بيت المال يجوز أكله، وهذا أصلاً من بلد فلان من البلاد الفلانية لا ضير أن تأكل منه، وهذا من القبيلة الفلانية نحن أرفع منهم لا حرج أن تغلبه. وكل يأتي من طريق يسولها الشيطان له، وهذه من طرائق يهود. قال الله جل وعلا عنهم: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فكانوا يظلمون المسلمين في التعامل ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، أي أننا لا نؤاخذ على شيء من هذا، لكن حسبنا قدوة وأسوة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في أن نقتفي أثره ونعم الأثر أثره صلوات الله وسلامه عليه. منا الرجاء ومنك العفو والجود. تدعوكم الحملة الوطنية للحفاظ على الهوية الفلسطينية انتماء إلى المشاركة في الحملة